أصحاب السمو والسعادة والغبطة والسيادة والسماحة، أيها الحضور الكريم، يسرنا أن نكون بينكم في أرض البحرين الطيبة تلبية للدعوة الملكية الكريمة. نحييكم شاكرين حفاوتكم الكريمة، ونرسل عبركم سلامنا القلبي إلى سائر الشعب البحريني الطيب. بسلام المسيح جئناكم أيضا، وبوداعة تعليمه نحييكم تحية المحبة والأخوة بالرب الواحد الأحد البارئ لكل نسمة والقابض على أعنة الأوقات والأزمنة. نحييكم بالله القدير الذي سكب في البرية فيض نوره وظلل كل خلائقه بفيء تعاليم الديانات والرسالات السماوية التي تجمعها كلها مرضاة ساكن السماء والتماس محياه القدوس في تناغ وفي سلام يعكس مجده سبحانه وتعالى. الله محبة، يقول الإنجيلي يوحنا في رسائله، وبمحبتنا بعضنا لبعض على تنوع أدياننا نشهد للرب الواحد خالق الكل وسيد المحبة. لسنا هنا لنسكب عطور الألفاظ على جسد تآخينا مسلمين ومسيحيين وسائر المجتمعين، بل نحن هنا لنقول أن هذه الإنسانية قد بناها تلاقح الحضارات وتلاقي الأديان، وأن أخوة الأديان هي جوهر رسالتها السماوية ومبعث مرضاة سيدها. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، وإن أكرمكم عند الله لأتقاكم. هذا ما يقوله القرآن الكريم، وهذا ما يدمغه بخاتم الصدق. تاريخ مشترك عاشه المسلمون والمسيحيون خاصة في هذه الأديار، وها نحن اليوم بينكم لنقول ونشهد بأن هذا البلد الجميل الطيب الذي يستضيف في أرضه في تآخ كافة الأطياف هو أيقونة عن ماض وواقع مرتجى عشناه ونعيشه في هذا المشرق. وإذا ما تكلمنا عن مشرقنا العربي فنقول إن المسيحية السمح والإسلام السمح هما رئتا هذا المشرق، أما قلبه وقلب سلام هذا العالم فهو إلفة عيش كل منهما مع الآخر. ولعل أثمن ما أعطانا إياه الله في كنيسة أنطاكية الأرثوذكسية، وهي الكنيسة الأرثوذكسية الهوية المشرقية الهوى الحوارية الوجود الوطنية الانتماء إلى الديار والعروبية الالتزام، هو أن نكون جسر تواصل بين هاتين الرئتين. وإنه لمن دواعي فخرنا ومن بواعث مسؤوليتنا في آن معا أن نكون في مصف بطاركة أنطاكية الذين أعطاهم إخوتهم المسلمون لقب بطريرك العرب، وذلك من أيام غريغوريوس الرابع في مطلع القرن العشرين، والذي لم يفرق خبزه آنذاك بين مسيحي ومسلم،
مروراً بالياس الرابع الذي دعا العالم والمسلمين ليناصروه في قضيته والتي هي قضيتنا جميعاً، قضية القدس، في مؤتمر الدول الإسلامية في لاهور سنة 1974، وانتهاءً لا نهايةً بإغناطيوس الرابع الذي كان صوتاً مدوياً وفاقياً يوم دوت لغة العنف والدمار في لبنان. وهذا اللقب ما هو إلا دليل على أن كنيستنا الأنطاكية كانت دوماً إلى جانب قضايا هذا المشرق، وحصلت دوماً مجساً لهموم إنسانه ولخيره واستقراره. جئناكم إخوتي بهذا الروح، وكلنا رجاء أن يتكلل هذا المؤتمر بالنجاح، وكلنا أيضا صلاة بأن نخرج من مؤتمراتنا من واقع التنظير على أهميته إلى واقع التطبيق. صلاتنا ورجاؤنا أن تجد لغة التسامح في هذه اللقاءات طريقها إلى أذهان كل الناس، وأن تلج كل زوايا مجتمعنا العربي الإسلامي والمسيحي. إن كنز كنوز الدنيا هو لقيا الآخر التي عشناها ونعيشها دوماً، فكيف إذا كان هذا الآخر هو من رسم له الله أن يشهد له خالقاً ورباً وسيداً بالمحبة وبالتسامح؟ نحن مدعوون يا إخوتي في هذا المؤتمر أن نشتل بذور الانفتاح والتسامح لا في قلوبنا وقلوبكم وحسب، فهي عامرة بها. نحن مدعوون أن نقويها في كل أرجاء العالم وأن نزرعها في كل النفوس رغم وعورة بعض الأزمنة. قد يرث كل منا من رحم أمه ديناً مختلفاً، لكن اختلاف الدين لا يفرقنا. قد يورثنا رحم الأم ديناً مختلفاً، إلا أن رحم الإنسانية يلبسنا أخوة ووحدة، ووحدة حال نشهد فيها لرب السماء ولنور سلامه، وعلى إحلال السلام بشكل خاص في سوريا بعدم تأجيج روح التكفير والترهيب والتطرف، بل بالدفع نحو الحوار والحل السلمي. خلاص سوريا يكمن بلقيا الآخر، خلاصها بوحدة أراضيها وبوحدة قلوب أبنائها على خيرها. ومن هنا أيضاً أطلق ندائي من أجل تحرير كل مخطوف فيها، أطلق ندائي يا أيها الإخوة من أجل أخوينا المطرانين يوحنا وبولس، مطراني حلب اللذين يصمت العالم ويتناسى بصمت مطبق خطفهما المدان منذ أكثر من سنة، وكأن خطفهما لا يمس بتاتا حقوق الإنسان. نهاية أشكر من أعماق قلبي القائمين على هذا المؤتمر والهيئة المنظمة، وبشكل خاص الأخ الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة، وإننا نسأل السلام والاستقرار لمشرقنا، لأوطاننا، لبلادنا وللعالم أجمع، وشكراً.